وسهلا مشاهدين قناه انفاس تي في. اليوم غادي نخرجوا في الشارع المغربي ونسولوا المواطنين المغاربه اغرب حاجه ضرباتك بها الوالده ديالك. بغيت تعرفوا اكثر. اجيو معنا اجيو. اغرب حاجه ضرباتك فيها الوالده ديالك؟ اغرب عمر الوالده ديالي ما ضرباتني. واش كتضربي بنتك؟ ما تنضربهاش. زعما عمر امك ما ضربات؟ عمر امي ما ضرباتني الله يرحمها. الله يغفر لها. ضربتني امين يا رب. واغرب حاجه كتضربي بها ولادك؟ حيت قال لك العصا من الجنه. حاجه كنضرب بها ولادي كتشوف ناس ماشي انا جاهلين شويه تقدر تلقى مقله قدامها جميله تنزل عليهم بها اي حاجه جميله عندها هو يخرج يلعب ويتفرج في المسلسلات. هذا هو المجتمع ديالنا اغلبيه النساء. اما اللي واعي راه غيعرف ان راه هذيك الطفل راه مسؤوليه. كاينه مسؤوليه. حاجه اغرب حاجه ضرباتك بها الوالده ديالك؟ واه ما بزاف د الحوايج ماشي حاجه واحده. اذكرهم لي. واحد النهار ضرباتني بموس اخويا كيفاش نيشات عليا به والله ما عرفت. جا لي في رجليا. نيت كنا باغيين نتغداو جا لي في رجليا اخويا. شنو السبب؟ السبب نوض سخر. خويا انت عارف حنا الدراري التليفون ما كنقدروش نتفرجوا. بابجي. لا ماشي بابجي كنت مع الدريه فهمتي؟ نخليو الدريه. لا. مزاز. واخويا هادشي اللي عطا الله سمح لنا الوالده وصافي. وتالي اغرب حاجه؟ ضربتنا اخو بمقلق في الزيت. تقليد سورة تقليد هذا. مقلق في الزيت. اخويا وحق الله. كان فيها الحوت. حوت مقلي. عرفتي ولا اللي دائما. شويه شويه الحمد لله داويت اخويا بواحد البوماد. كنصحكم بواحد البوماد سميتو بوماد الصفراء. راه مزيانه والله العظيم. شنو هي اغرب حاجه ضرباتك بها الوالده ديالك؟ اغرب حاجه ضربتني بها الوالده ديالي صنداله. صنداله الميكا. راه ميكا مالا غتكون ديال الجلد راه باينة ميكا. واش حسيتي من ضربت؟ شنو كان الاحساس ديالك؟ هادشي راه ملي كانت عندي 10 سنين ما بقات ضرباتني مالا ديك الصنداله ما بقات ضربات. كيفاش غنبقى عاقل انا باش حسيت؟ هذيك الصنداله دقه بطله. دقه بطله هي اللي داوتني ما بقاتش كتضربني من بعد. اغرب حاجه ضرباتك بها الوالده ديالك؟ هي المغرفه. المغرفه كتجي في وقت الماكله. وقت الماكله. الضياف تجي عندهم تلقات اي ماكله تحضر فيها. تحيه الناس اللي كيضربوا بغرفه. تحيه الناس اللي يضربوا بغرفه وشطابه. شحال ضرباتكم مره بغرفه؟ وقت ما حصلتي باقي صغير كتكون طيب ولا شي حاجه كتبربق لك برا. باه. ولكن كديروا العقل. كدير العقل. دقه بطله. بطله. دابا ما بقاش كتضربك. لا دابا الله يرحمها. الله يغفر لها. امين الله يغفر. تبارك الله عليك. اغرب حاجه ضرباتك بها الوالده ديالك؟ تليفون. سبب تليفون. اش ماركه؟ ولا نوكيا؟ لا التليفون ديالها طاكسي. كنا منوضين نيت على قبل التليفون كان خاصني تليفون ديالي خسرات وليا. وبغيت ناخذ لها التليفون ديالها وقالت لي هذا التليفون هذا اللي بغيتو يتشير عليا به. لابليكاسيون مشاو. مشا كلشي صافي مشا التليفون ديالها قالت لي ها هو التليفون اللي تابعني عليه تا هو بناقص بقاو بجوج بلا تليفون. تعيين الوالده بنات الله. اش من الماركه ديال التليفون؟ هكا هي الوالده عزيزه على الاخر ديما فتي. الساعه كان دابا شي 4 سنين مو كانت واقيلا خدات شي والله ما عقلت مو ما عقلتش على المارك واش اس 3 ولا والله ما عقلت مو فحال هكاك شي تليفون يلاه كانت واخده جديد وداك الشيء شيرات عليا به قالت لي كضربك بالتليفون لا شيرات عليا تيما راه ماك عارف القاعده ديال الامهات عندنا مغربيه طرا اللي جات قدام هادشي طبسيل جميله ديما شحال هكا والله ما التلفازه ماشي حدا وهذه الطربيه عندنا في المغرب حيواناتي وليو كنت فيزيبلات تيتخربقوا